طرحت وزارة المالية مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة والفنادق ذات العمالة الكثيفة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا. وقال وزير المالية محمد معيط إن المبادرات تتضمن إصدار ضمانة للبنك المركزي بقيمة 3 مليارات جنيه لصالح البنوك الوطنية لإقراض المنشآت السياحية والفندقية بسعر فائدة 5% سنويا على 3 سنوات، وبفترة سماح عامة اعتبارا من أول مايو الحالي إلى نهاية إبريل المقبل، وبدون أي ضمانات.